الشارع التونسي. الشارع التونسي رجعنا لكم من جديد، مواصلين معاكم حتى لل 11، وتوا جاي موعد اكتو كونسو. اكتو كونسو، في اكتو كونسو نحكيو على ستيغ، نحكيو على شركة تونسية للكهرباء والغاز، نحكيو على العدادات الذكية. العدادات الذكية قداش عددها؟ وقت باش يتم تركيزها؟ هل هناك تركيز أولي لدفعة أولى من العدادات الذكية في منطقة معينة وفي شهر معين؟ التفاصيل الكل مع المسؤولة عن الخدمة عن بعد والوكالة الافتراضية بستيغ، مدام هند النيفر. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام هند. اهلا بيك لبنى، مرحبا بيك وبكل مستمعين اذاعه اكسبريس اف. مشكوره جدا على تدخل معنا. اذا العدادات الذكيه صحيح. نحكيه على مشروع بقيمه 400 مليون دينار، 120 مليون اورو. نحكيه على مشروع مهم برشا، نحكيه على مراحل ربما في تنفيذ المشروع. خلي لك الكلمه الاكثر تفاصيل. بالضبط لبنى، قبل خرجنا وقلنا السمارت جريد على قريب. توا احنا الشركه تشرع في اول تركيز للدفعه الاولى من العدادات الذكيه، وهذا ضمن مشروع الشبكه الكهربائيه الذكيه بما يعرف بسمارت جريد. وتهم هذه المرحله التجريبيه تركيز 10% من الحرف المنزليين وكافه الحرف كبار المستهلكين ومعهم الصناعيين. دونك كما قلنا باش يكون في درجه 450 الف عدد معناتها ذكي باش يتركز يتم تركيزه عند الفرسي. وهذه المرحله الاولى اللي هي باش تتمدى حتى 2026. دونك على مدى 8 اشهر باش تقع عمليه تركيز العدادات 450 الف عدد، وهي المرحله الاولى هذه اللي باش تخلينا نستخلصوا نتائج ونجموا نتفاداو الاشكاليات اللي تنجم تطرا على المنظومه كلها، وتتوقف العملية هذه إلى موفى وفق سنة 2026. إذا نحكي بعد ما نقوموا بتقييم تفضل. بعد ما نقوموا بتقييم هذا الكل نتعدى المرحلة الثانية اللي هي تعميم تركيز العدادات عند بقية الحرفية اللي هي توا 4 ملايين حريف. البداية باش تكون عنا بلاصة معينة، سنتوجه إلى مدينة صفاقس. بالضبط احنا توا باش نبداو عندنا 6 مدن اللي هي تهم 5 اقاليم للشركه، وهي صفاقس المدينه، سيدي بوزيد، سوسه، الكرم، وباجه، وقرقنه. هذوما المناطق اللي باش يتم فيهم تركيز ال 450 الف عداد ذكي. كيف كيف لبنى باش نقول لك اللي احنا قاعدين حاليا معناتها قاعدين نخدموا على خطه معناتها اتصاليه كامله خاصه بالحرفية هذوما اللي باش يقع التركيز العدادات في منازلهم وفي المصانع نتاعهم. واحنا في الابان محضرين رواحنا معناتها باش نعطيو المعلومات الكل وقت ما نشرعوا في تركيز العدادات للحرفاء المعنيين وحتى للميديا معناتها قنوات التواصل وكل، باش يكون عندكم الجميع الوحده ما يساهم في نجاح المشروع ككل. اذا البدايه باش تكون في شهر جوان. ان شاء الله احنا ماذا مستعدين باش تكون نقطه الانطلاق في شهر جوان لتركيز العدادات هذوما. نحكيه على مشروع يؤسس الانتقال الرقمي والطاقي للستيغ ويهدف الى تحسين مردوديه شبكه الكهرباء في الشركه. اللي يسمع فينا يقول لك عداد ذكي في علاقه بالفاتورات، فما حاجه تبدلت في الفاتورات؟ هل انه سيتم الغاء الفاتورات التقديريه؟ بالضبط احنا كي نقولوا هذا باش يحسن معناتها منظومه الشبكه الكهربائيه الذكيه، هي منظومه كامله معناتها فيها من سيستم معناتها منظومه اللي هي تسجل، فما خاطر العداد الذكي هو مربوط لها المنظومة هذه اللي هي تسجل الاستهلاك معناتها في ديفريكونس نقولوا احنا معينين معناتها في كل وقت نجموا احنا نجبدوا الاستهلاك اللي صار في بقعة معينة. دونك لهنا كي يقولوا نحسنوا مردودية الشبكة يعني تدريجيا باش نحاولوا نتخلوا على اصدار فواتير تقديرية. نعرف توا عندنا برشا مشاكل من قبل الحرفاء ما قبلوهاش الفاتوره، علاقته هي للعلم لبنى راهي الفاتوره التقديريه تتحسب على استهلاك 6 فاتورات، معناتها نوخروا حتى على 12 و24 شهر باش نلقاو الاستهلاك الحقيقي للحريف، معناتها ما يبعدش ياسر، معناتها هامش صغير جدا اللي هو يبعد عن الاستهلاك الحقيقي. مع ذلك هي بالمنظومه الجديده باش نحاولوا نتخلاو معناتها على هالفواتير هذه التقديريه ونستبدلوهم بفواتير استهلاك حقيقيه. كيف كيف هذا نجموا معناتها عن بعد احنا نعالجوا الاعطال معناتها المسجله، نجموا نصنعوا اللي فما عطل معناتها جاء على الشبكه الكهربائيه، نجموا حتى اون انترفيا ا ديستونس معناتها عن بعد ندخلوا ونحاولوا نصلحوا هالخطا هذايا. كيف كيف تو ما عادش تقعد تستنى الحريف ما يستناش على
العون نتاع ستيج اللي هو مسؤول عن رفع ارقام يجي العدادات يرفع. من بعيد، ينجم هو يلخو لي كونسوماسيون ويخرج له فاتوره فقط التليفون. سؤال اخير، الناس الكل مشروع اي الناس من الكل تقول تجيس المشروع هذا من الحاجات نتاعو اللي هو باش يحسن حتى في ادماج معناتها افضل الطاقات المتجدده. نعرفوا اللي هذاك قلنا احنا هو خيارات وطنيه وتهدف لتحقيق الانتقال الرقمي والطاقي، دونك هذايا باش يكون نسبه الانتاج افضل، ادماج افضل للطاقات المتجدده، وباش يسهل يقلص حتى في حجم الديون وحجم الخسائر اللي هي جايه جراء عمليه اختلاف الكهرباء. تعرف اللي هذايا معناتها تكبل ياسر في الشركه وفي الموازنات نتاعها. مدام هند، الناس اللي تسمع فينا باش نبسطوا لهم الفكره، هي. الناس الكل باش يكون عندها عداد ذكي بطبيعه في دفعات، اما الناس الكل ما فماش معناتها شكون اللي عنده استهلاك دون اخر باش يحظى بالعدد الذكي وعبد لا، فماش مساله استهلاك. قلنا احنا قلنا هي قلنا المشروع هو على زوز مراحل، المرحله الاولى اللي هي تهم من تو من جوان حتى 2026 باش تخص 450 الف حريف. حريف. ومن 2006 من 2027 واحنا طالعين هذيك باش نتعداو لتركيز العدادات لكل الحرفاء اللي قلت لكم يتنازوا 4 ملايين حريف معناتها. واضح. الوقت الحالي كان هذوما باش يتمتعوا بالتركيز العدد الجديد. والسته مناطق اللي قلت عليهم من بعد باش يصير التعميم. دونك والبدايه باش تصير معناتها اكسيون بيلوت هي. واضح، والبدايه باش تكون بمدينه صفاقس كما قلنا. مشكوره جدا مدام هند النايفر على توضيحات هذوما الكل. صفاقس الكل معناتها هذوما الكل باش يبداو تباعا يبداو ورا بعضهم بالتدريج سته مدن. طيب مدام لبدا مشكور جدا، مشكوره جدا مدام هند النايفر على التوضيحات هذوما الكل، ممثله شركه تونسيه للكهرباء والغاز. حوار كما تلقاو على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، احنا مواصلين معكم في شارع